ممكن انتقل الى سياق اخر ولكنه متصل وليس منفصل. المدعي العام السويسري، هو سويسرا من دول الرباعية العربية التي تكافح الارهاب والتي تقف في وقفة حازمة امام قطر؟ لا. هي سويسرا دولة عربية؟ لا. النظام في سويسرا نظام شمولي مثلا؟ لا. قمعي؟ لا. لا يعترف بالديمقراطية؟ لا برضو. حد عنده أي تعليق على سويسرا سلبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثلا؟ تمام. النائب العام السويسري النهاردة بدأ جلسة الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة بي أن الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار إيه؟ تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. وبيأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام، الإيه يا جماعة؟ السويسري يعني مش السعودي، مش المصري، مش الإماراتي، مش البحريني، ميت فل. بيأكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري إيه؟ إن الخليفي وصل إلى العاصمة السويسرية بيرن للاستماع إليه بشأن التحقيق، واللي بيشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو جيروم فالك. وقال المتحدث بدأنا استجواب المتهم، وإن الاستجواب هياخد وقت نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكتير اللي موجودة عندنا، بنتطلع قدما إلى إجابات الشخص المتهم. محدش قال إنه مدان ولا إنه بريء، لكن في تحقيق. الدخان ما يطلعش من غير نار. لو نفتكر انه هذا المكتب قد اعلن يوم 12 اكتوبر ان كنتم تتذكروا انه فتح تحقيق في مارس اللي فات بخصوص موضوع او بحق الخليفي وفالك في اطار شبهات الفساد حول منح مجموعة بيان الاعلامية ومقرها الدوحة حقوق بث مونديال 2026 و2030. وضح المكتب وقتها لو تتذكروا في 12 اكتوبر ان الشبهات بتشمل رشوة الافراد، الاحتيال، التزوير. اه والله. طيب، وبيضيف وبيقول ده المتحدث، يشتبه بان جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة، تقديمات هنا معناها هدايا، رشاوى الى اخره، من رجل او رجال اعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكاس العالم لكرة القدم 2018 2022 2026 2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض دول لكأس العالم في 2026 و2030. هو ده بيحصل فين؟ في سويسرا؟ تمام. مش في الرياض؟ مش في القاهرة؟ مش في المنامة؟ مش في أبو ظبي؟ تمام. وعلى الباغي تدور الدوائر.